هذه المباراة عمرنا ما بننساها. 50 ثانية باقي، خاسر فرق 6 نقاط، سجلنا 4 نقاط على راس. الهند حصلوا فري ثرو آخر 10 ثواني، ضيعوا ثنتين. كم بس عقب التايم أوت خذ الكورة وصل للحلق، ما حصل فرصة لعبها لباص وشتها ودشت. هذه المباراة عمرنا ما بننساها. 50 ثانية باقي، خاسر فرق 6 نقاط، سجلنا 4 نقاط على راس. الهند حصلوا فري ثرو آخر 10 ثواني، ضيعوا ثنتين. كم بس عقب التايم أوت خذ الكورة وصل للحلق، ما حصل فرصة لعبها لباص وشتها ودشت. في ثغرات سيطر عليه محمد أمير. نوروز، وينك يا نوروز؟ وينك يا نوروز؟ شفت هزة الرأس مالت نوروز؟ شفتوها؟ يقول اصبروا، يقول حق رفيج اصبر، الغالب أفضل. يلا يا منتخبنا، 2-1 point game. No 3 points. Hands up. Good steal. يلا يلا يا أحمد عزيز. حسن نوروز. قلت لك حسن نوروز قال الياي يصبر على الياي. قلت لك ياها ثلاثية حسن نوروز تعطي منتخبنا التقدم. راح نشوف. حسين سيطر عليها حسن نوروز. سعيد يعني في ثغرات سيطر عليه محمد أمير. نوروز، وينك يا نوروز؟ وينك يا نوروز؟ شفت هزة الرأس مالت نوروز؟ شفتوها؟ يقول اصبروا، يقول حق رفيج اصبر، الغالب أفضل. يلا we'll be right back.
أعزائي المتابعين، رحب فيكم في الحلقة السابعة من برنامج 50 كوارتر الموسم الثامن. طبعا حلقة اليوم راح تكون استثنائية لأنها مخصصة عن المنتخب الوطني اللي راح يخوض النافذة الأولى من تصفيات كأس آسيا 2025 اللي راح تقام في السعودية. لكن قبل ما نبدأ وقبل ما نتكلم أحب أرحب بالكباتن. طبعا التأخير اللي يقول ضاع في درب التبانة، لا، كلنا نعيد اكتشاف درب التبانة. طبعا الكباتن الله يعطيهم العافية كان عندهم تمارين، تعرف مقبلين على مباريات مهمة، فالاثنين مخلصين تمارين جايين للاستديو دايركت، لهم ألف شكر أصلا. وصبر جميل، احنا انتم تعودتوني أنا على التأخير أصلا، حالات البرنامج بالتأخير. لكن قبل ما نبدأ نرحب بالكباتن العميد، على قولتهم يقول لك يا زمان الوصل في الأندلسي. يا هلا، مرحبا فيكم حسين. ومتوتر عشان هيك والله من زمان ما شفتكم. اي كم سنه؟ اي تقريبا اخر مره طلعتي انا هناك تحت. مرحبا فيكم بالمتابعين، وان شاء الله تكون حلقه زينه. هاي حلوه بعد، مرحبا فيكم من زمان يعني. يعني شوي يسمونه من صرت مساعد مدرب وانت متغير يا ابو ليالي. رسميات يعني التايجر. طبعا اول شيء انا احب اشكرك شكر جزيل جدا 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 جدا، كل ما بي سكشن طلبوك ما قلت لا، وسامحني على النوتس المتاخر، ويعطيك العافيه. وادري دوده هناك في الشارع على ما توصل. لا يعطيك العافيه محسن، شكرا على الاستضافه وسامحونا على التاخير نفس ما قال، وان شاء الله تكون حلقه مفيده ونكون خفاف على المشاهدين. انزل انت ويانا هني كمحلل اليوم وككابتن المنتخب طبعا سابقا، نحتاج نعرف عن المرحله الانتقاليه اللي صارت وهالسوالف، واكيد راح تفيدنا في وايد نقاط. كابتن جاسم انت بعد يعني ياما طلعنا انا وياك حلقات عن المنتخب، في امور كنا نتكلم عنها دائما. لما هاي الامور تشوف النور اعتقد انه داخليا في شعور فرح مني ومنك، لانه لما طالبنا ولما انتقدنا عن حرقه ومحبه، وراح نتكلم عن الامور. لكن قبل ما ندش في التفاصيل وقبل لا نتكلم عن المنتخب، إذا بس الكنترول تعطيني مجموعة المنتخب في تصفيات كأس آسيا. المنتخب في المجموعة السادسة، المجموعة اللي تضم كل من لبنان الإمارات وسوريا. يمكن كباتي إذا بنتكلم واحدة من أصعب المجموعات. أكيد هو مجموعة صعبة، تعرف لبنان المستويات اللي قاعد يقدمها في كأس آسيا الأخيرة، والإمارات فريق متجدد ومتطور عنده مجنس معاهم، وسوريا يمكن شوي مستواهم شوي أقل من الفرق الثانية، بس بعد عندهم المجنس مال لبنان اسمه بلاك شيء كذي، جوفين بلاك. يا جوفين بلاك لاعب ممتاز جدا، بلاك المفروض شنو، إيه بلاك لاعب ممتاز جدا اللي يلعب في الدوري اللبناني، بعد بيكون مؤثر أكيد. وجمهورهم بعد أكيد تلعب هناك أكيد أكيد. بعالي يمكن أنت عاصرت هالفرق ولعبت ضد هالفرق، وحتى التصفيات الأخيرة أعتقد لعبنا ضد الإمارات ولعبنا ضد لبنان، الإمارات كانت في البحرين في النافذة الأولى، كلها فرق ثقيلة نقدر نقول، يعني المهمة على المدى البعيد ما راح تكون سهلة كلش حق البحرين. نفس ما قلت محسن، المجموعة صعبة بوجود لبنان الإمارات متجدد نفس ما قال كابتن جاسم. سوريا خلينا نقول شوي غامض، بس بيلعب إذا لعب هوم بيكون له أدفانتج كبير. الخبرة اللي اكتسبها المنتخب مواجهاتهم السابقة ويا المنتخبات سوريا لبنان، أعتقد لنا حظوظ جيدة إن شاء الله في التأهل. طبعا النافذة الأولى راح تكون فبراير الحالي اللي هو نتكلم تاريخ 23 مباراة في البحرين، وطبعا الجماهير بعد في البحرين ما تحتاج لأي دعوة ضد الإمارات. 26 في لبنان في بيروت مباراة الذهاب. النافذة الثانية راح تكون في نوفمبر السنة الحالية اللي راح تكون مباراة البحرين وسوريا في البحرين، وبعدين راح تكون مباراة العودة ضد الإمارات في الإمارات. النافذة الأخيرة والثالثة راح تكون فبراير العام القادم، راح نلعب مع لبنان في البحرين، وختام المجموعة راح تكون مباراة صعبة ضد سوريا في سوريا. إن شاء الله وقتها تكون المباراة تحصل حاصل. خلينا نقول بليال، قبل ما ندش في تفاصيل النافذة وقبل ما نتكلم عن استعداد المنتخب وعن المباريات المنتخب، يمكن الكلام اللي أنا يمكن قلت مقدمة عنه قبل شوي، والكلام اللي كررناه وايد في البرنامج، الكلام اللي تكلمنا عنه وايد، إنه بالذات انت يمكن من بين كل المحللين انت كنت تقول المنتخب يحتاج تحليل، المنتخب يحتاج تشبيب، المنتخب يحتاج لاعاده صناعته من خلينا نقول من جد وجديد، يحتاج لحلحله وتجديد، وهاي اللي صار خلينا نقول بشكل تدريجي. هو شوف، هو اللي صار انا صراحه وايد عجبني
التجديد اللي قاعد يصير، لان المجموعه اللي قبل هاي المجموعه يعني ما قصرت، خدمت المنتخب وقدمت افضل ما يكون لها، ويعني خلاص لازم تجدد وتجيب لاعبين شباب، والتجديد اللي الحين قاعد يصير من لاعبين الشباب جدا ممتاز، بس لازم ننطر، لازم في صبر شوي، اتوقع شوي الناس مستعيله تبي نتائج من الحين، حتى يعني اشوف تصريح من رئيس لجنه الانتخابات انه يعني دشي على المنافسه، وهاي شيء وايد زين انه يعني من الحين هو رافع الطموح، بس لازم في صبر شوي على المنتخب، لان اللاعبين صغار في السن وفي عناصر جديده في دشه في المنتخب، وانا وايد وايد مستانس من عناصر الشابه، وبالاخص يعني بالاخص ذكره بالاسم عبد القادر انه كان من ضمن المنتخب، هاي شيء وايد زين انه شوي يكتسب خبره ويكون من اللاعبين الممتازين في المنتخب، بالاضافه الى اللاعبين الشباب اللي موجودين كلهم من خيرة الشباب، وإن شاء الله يكون منتخب زين. باقي لك أنا في كم سؤال من الجماهير اليوم طرشوا على الأكاونت، بس أبو علي يمكن الشيء اللي كنا احنا نطالب فيه في البرنامج بعد إنه مدرب موجود في البحرين، يعني مو شرط يكون بحريني بس موجود في البحرين ومساعد ملم بالدوري البحريني، وهاي اللي قاعد نشوفه مع المرحلة الجديدة. أي ناس ما قلت المدرب موجود في بعضهم، خلينا نقول مباريات الدوري، بس كابتن راسم موجود في 90 خلينا نقول 95% من المباريات، كان مجوي المنتخب في الفترة اللي طافت في الويندو التصفيات كأس العالم، يعرف اللاعبين، يعرف اللاعبين المحليين الشباب اللي قاعد يحصلون منت في ناديهم اللي قاعد يقدمون مستويات. كابتن جاسم ذكر قادر، عندك باسل، يعني صاير المنتخب محسن توليفة، خلينا نقول من ثلاث فئات، فئة اللاعبين الخبرة، ثلاث لاعبين علي شكر الله، محمد أمير وميثم، الجيل الجاي مصطفى وعلي وعلي جابر بعد لاي، واللاعبين الشباب اللي قاعد يقدمون مستويات ممتازة في الدوري، فأعتقد توليفة ممتازة حق المنتخب، وهاي يعطيك بعد مجال قدام كذا سنة، لأن الفريق أفرج مال أعماره صغير. يعني يمكن الشيء اللي قاعد يصير بالليال إنه قاعد نتكلم عن منظومة، لهذا الأسماء ما صارت مهمة بقدر ما قاعد نشوف منظومة، يعني ال 12 لاعب اللي يخدمون سيستم وطريقة لعب المدرب هم اللي قاعد نشوفهم في المنتخب، هو هاي افضل شيء. يعني انت ما يصير تجيب لاعبين ما يركبون على المدرب، على سيستم المدرب، واللاعبين اللي مختارينهم والمدرب اللي مختارهم يعني ان راكبين على طريقه لعبه، بس ان المفروض ان يكون المدرب معه اذا هاي الخطه يعني مدروسه وحاطين لهم الاعتبار ان اللاعبين شباب بيكونوا موجودين لمده طويله، لازم ان المدرب بعد يكون معاهم لمده طويله، الجهاز الفني مقتنعين من في لجنه المنتخبات المفروض ان تكون معاهم مده طويله عشان انه شوي ياخذون على اللعب اكثر ويعطيهم فرصه اكثر، لان هاي اللاعبين يبين انهم يعني رايحين على السيستم المدرب، حتى قاعد يستعملهم بطريقه زينه اول كوارترين، تشوف الثالث الرابع يحط التشكيل اللي هو يبيه اللي بيفوز فيه اكثر شيء. بحاول لك هالسؤال بعد ابو علي، بعض الجماهير تتكلم في الاكونت او تطرش المسجات انه في مبالغه كبيره بالتجديد، اوكي احنا مع التجديد مع التغيير، لكن في مبالغه وايد كبيره بالتجديد. يعني اوضح لك، سوري بس قاطعتك، اوضح لك انه هو يقول لك اوكي احنا مع الشباب بس في عناصر بعد موجوده تقدر تعطي، تقدر تكون متواجده في المنتخب. صح، يمكن كلامهم صحيح انه في لاعبين خلينا نقول مو شباب او لاعبين خبره في الدوري يقدرون يعطون، بس اليوم محسن انت قاعد تتكلم اذا تبي تكون فريق مو شرط يكونون 12 لاعب كلهم سوبر ستارز او كلهم ممتازين، لازم تحصل افضل 12 لاعب يكونون فريق في المملكه، مو شرط يعني ان كل اللاعبين يكونون ستارز نفس ما قلت لك، بس هم يكملون بعض. بتشوف المنتخب عندك واجد لاعبين رول بلايرز قاعد يسوون الشغل على اكمل وجه في المنتخب، قاعد يطلعون بصوره ممتازه ويا المنتخب، يمكن حتى المستويات ما نشوفها فخلنا نقول هالسنه ويا انديتهم. التجديد بقوه، انا ما اشوف التجديد بقوه، عندك ناس ما قلت انا يمكن نسيت وين يعتبر لاعب خبره جاي حق وين، هاي خلي على اربع لاعبين خبره، الصف الجزء الثاني خلينا نقول كاتيجوري الثاني اللي من لاعبين مصطفى وده خاضوا تصفيات اللي طافوا وحققوا نتائج، لعبوا كاس اسيا، فما بسميهم شباب لانهم ذلين خلاص اوريدي هم اساس المنتخب صاروا، فالتجديد صار على خطوات، واعتقد يعني مو بقوه. وعن نقطه كابتن جاسم انه لازم صبر، اتفق وياه 200% انه لازم نصبر، وشفنا تصريح حق ابو ناصر العجمي ان المفروض المدرب بيتم اياهم سنه، يعني قاعد نتكلم ان المفروض لاخر ويندو في التصفيات وياهم، فان شاء الله النتائج تساعده ويتم موجود عشان نشوف التطور لازم. هل انت تتفق ان في مبالغه بالتجديد او نفس كلام كابتن حسين ان اللي قاعد يصير شغل صح
نحتاج للصبر فقط عليه. لا مو مبالغة تجديده بالصراحة، يعني أنا بقول لك هاي العناصر الموجودة هي الأفضل اللي تشارك فيها المنتخب. كان في بعض الأسماء اللي يمكن مفروض تكون موجودة مو موجودة بالنسبة لوجهة نظرنا، بس كل مدرب له وجهة نظر. يمكن بعض اللاعبين ما يخدمون منظومته هو كمدرب، بس في لاعبين يعني هل نقدر نقول قناعات المدرب هي اللي بس أنا بأذكر يعني مو بس بقول لك يعني أحمد سلمان مفروض يكون موجود. اوكي يمكن هما عقب الموضوع اللي صار انه توقيفه او شيء، بس انه خلاص الموضوع انه ان شاء الله توقيفه وشارك في ويا النادي طالما الموضوع انحل خلاص افتح الباب موجود، لان انت ضغط وايد صار على مصطفى في صناعه اللعب حتى في التسجيل. المفروض يكون واحد وياه موجود. واحمد سلمان ترى ما شارك وايد المنتخبات، يعني يمكن اربع مشاركات او شيء، يعني يحتاج انه يشارك اكثر، وهو لاعب للحين قاعد يعطي. يعني احمد سلمان المفروض يكون موجود. يمكن علي حسين مصاب، صباح مصاب، بندينا مستوى متراجع شوي. أنا أشوف هالموسم يعني يمكن لهم عذر شوي أن مستوى متراجع، بس لكن أحمد سلمان والله صباح أقول المؤثر بس مصاب. حتى محمد ناصر بعد مفروض يكون موجود معهم. محمد ناصر يمكن بعد ما شارك وايد في المنتخبات الأول، بس تعرف هوجة نظر. يمكن يقول لك المدرب أنا أي لاعب ما يصلح حق منظومتي أو ما يصلح حق طريقة اللي ألعبها، بس إحنا نشوف هاي اللاعبين مميزين. يعني احنا يمكن نتكلم فنيا اكثر ابو علي، بس مثل ما نمدح لازم ننتقد. يعني حرام الشغل اللي صار كامل تبني على محترف مثل شزن. يعني ما انا ما اعتقد ان الاتحاد البحريني او حتى لجنه المنتخبات غافلين عن النقطه. انا ما ادري اذا يحكمهم بجت او ما شابه معين، بس ان حرام هالمجموعه وهالتفكير اللي موجود وهالشيء اللي قاعد يصير مقارنه بالمنتخبات اللي برا والمحترفين اللي قاعد يجيبونهم، ان محترفك للحين يكون وين شزم. اوكي احنا صار ابجريد من سي جي، لكن شزم بالنسبه حق باقي الاسماء اللي موجوده دار مدار البحرين واجد فرق. لا لحظه قبل لا يجاوب يعني بس دعمت بديت في الموضوع المهم. انا بكون وياكم واحده بواحده، مو ابجريد. انا بس بسال كابتن حسين، انا يعني عاصر شنو الشيء اللي يسويه وين شزم ما يسويه محمد امير في الملعب؟ ما في. يمكن دفاعيا بلوك نسبته ازيد من حمود امير، بس يعني خلينا نقول 90% كل شيء لاعبين اثنينهم. يعني ما في شيء فارق عنه. لو اللي ما يسوي مو فارق بعد، شنو الشيء اللي ما يسوي ما اللي يسوي يمكن بس اعطي الافضليه ان البلوك افضليه، بس ان ارقامه في البلوك فقط. بس يمكن فاعليه حمود امير في الملعب تكون ازيد في البلوك، لان هو يكون ويا محمد امير في الملعب، فكان هو تحت يساعده. صح ممكن يعني محمد امير تحت يمكن نفس البلوك. هو جاسم انا اتفق وياكم انه يعني اوكي وين خلينا نقول قدم وعطى المنتخب وساعد مو بحريني عشان لا ساس يعني ساعد في التصفيات مثلا، ساعد بطوله اسيا قدم مستويات زينه، بس نفس ما نقول احنا الشيء الاجنبي شنو الشيء في التصفيات اللي خلانا كان مساعد الفريق في الدفاع واجد كان ساعد فوزنا فيها. اي بطوله اسيا لعب واجد مستويات زينه خلانا كلوز، ويا الصين لعبنا زين ويا زين. اي لا وين كان ارقامه زينه من افضل اللاعبين اللي لعب بطوله اسيا. اوكي بس هل خلانا نتفوق على احد؟ انا قاعد اقول لك اتفق وياك ما خلانا مستانسين من ابوه وين شيء فوزنا بس المحترفين في الفرق الثانيه. لا مو نفس الشيء، بس انه خلينا نقول مباراه كازاخستان مباراه سوريا في التصفيات كازاخستان في كازاخستان ايه اللي ما لها معنى حق كازاخستان ساعدنا احنا لها معنى ما لها معنى ساعد. اوكي صح ساعد، بس انه وجود محترف ثاني يضيف يعني اضافه قويه حق المنتخب انا اتفق وياك، خاصه كل هالدعم كل الاشياء اللي قاعد تصير. عندنا واحد مؤثر. انا مستغرب ليش ان ميودين معاه. يعني الحين يمكن في امور بعطيك هم كلها هاي الموضوع امور احنا في اشياء مربوطين فيها. يقول لك ليش اذا تي علينا ما يصير نغير. انا عم بعطيك مثال توه ليبيا، منتخب ليبيا لعبه بطولة عربيه كان عندهم نقص في مركز الجناح مثلا نقول وينك عشان يفهمون بعد المشاهدين. صح يا بوتو ميتشل اللي كان المحترف لاعب المحرك وصل معاه لنهاية البطولة العربية. الحين في النافذة ذي حس إن في نقص عنده في تحت طويل، راح جنس اللي هو جورجين واشنطن من محترف الاتحاد ولعب معهم المباراة وأتوقع أمس أو أول أمس وحققوا الفوز بعد على المغرب. زين تغيير مجنسين أشوف الفرق الثانية سهل. ثاني سهل صح. لبنان كان في آسيا واحد ثاني الحين يابو معترف اللي كان اللي في فريق في إيران. صح زين إحنا ليش عندنا تغيير صعب؟
يمكن احنا اذا عشان يصير التغيير اسهل لازم ياخذون من الدوري. يمكن بعض يعني اقول لك يمكن بعض الدوريات ما يتوقف في الويندو مثلا او الانديه ما تسمح لك ان تعطي المحترفين اللي في محترفين في الدوري يقدرون يفيدون المنتخب ازين من وين. اي ليش احنا ميعودين في وين؟ يمكن سالفه بجت. زين احنا قاعد نتحكي عن تطور وانت حكي وايد في تصريحات. انا اشوف كل البرامج تشوفها يعني اشوف رئيس الانتخابات وايد في تصريح ان احنا نبني فريق شاب واحنا داعمين الشباب واحنا نبي يعني نكون يعني نسوي منتخب تطور ونحقق نتائج وطموحنا نحقق بطوله خليجيه. اتوقع السنه الجايه بتكون في البحرين ان شاء الله. زين هاي اللاعبين الشباب يحتاجون دعم ودعم قوي من محترف. يعني انت قاعد تحكي لك يعني انت قاعد تقارن لي بمحترف محمد امير اللي هو لاعب بحريني. زين لازم انت اللاعبين الشباب اللي موجودين عندك لازم واحد يدعمهم لاعب محترف مؤثر ويتعلمون منه وافضل منه، مو انه اقدر اسحبه ما ياثر في الملعب. اي لازم مكانه لازم يكون دعم. اذا قلت لي على البجت انزين انت كل هالشغل منتخب تمثل المملكه لازم تروح لك بجت. انا تحليل هاي شغل من صح تحليل شغل الشخصي يعني. شغل المنتخبات أيه. شغل رئيس المنتخبات مع اللي معاه ان تشوفون لهم يعني سبونسر او واحد يدعم هاي الشيء حق ان تجيب محترف لمده يعني ايش كثر مده شهرين ثلاث شهور يدعم المنتخب حق يوفرهم مجنس افضل من ونشيزم ويلعب في المنتخب. اذا انت على البجت يعني احنا شلون نتحكي على الانديه يعني شنو بجت الانديه اكثر من المنتخب. وصح خاصه اذا يعني حصلنا محترف واجد يعني يسوي إضافة نوعية في المنتخب حتى النتائج بتكون أفضل. إيه لأن أنا اللي أشوف الحين خاصة آخر ثلاث مباريات في المنتخب الاعتماد الكلي على مصطفى. ترى مصطفى لاعب ممتاز وزين وفي البيك وقاعد يقدم بس ترى ما يصير حمله أكثر من أكثر من اللزوم. ما يصير هو كنا المحترف مالنا لأن يعني أكاف في المباراة الأخيرة ضد السعودية ما توافق في المباراة وشفت سكور مالنا يمكن طلعنا 58 نقطة وما فزنا في المباراة. فلازم في واحد مساند حق لازم يكون عندك عدة أسلحة أجنبي يعني خاصة المستويات اللي خاصة المجنس تفرق وياك وايد يعني وتقدر تغير كل من بطولة بطولة تقدر تغير. يلا إن شاء الله نأمل من هالبرنامج يعني يصير يعني محترف أفضل. اللي أقول لك حرام أبو علي النويش لما نشوف لبنان مجنس أقوى، لما نشوف الإمارات مجنس أقوى، لما نشوف سوريا مجنس أقوى. إحنا كفريق شاب متطور وعندنا خلينا نقول الكل يعرف إيش إنه مصطفى سوبر ستار، لكن ما أقدر على قولة كلام بليال إن أنا حملة كل العب توقت اللي مصطفى ما يكون متوافق وقت اللي مصطفى ما يكون في الفورمة ما عندك خيار. ما في إيه ما أنت ما ترى الجمهور بينقلب على مصطفى. أي هو صغير وقت اللي ما يلعب زين والفريق يخسر بيقول لك أنت خسرت. يقول عند مصطفى مو زين وما رشينه ورفعته. لا لا مصطفى لاعب زين وقاعد يقدم مستوى من أفضل ما يكون. بس لا تحمله فوق طاقته. ترى منتخبات اللي بتلعب ضدها منتخبات قوية وجسمانيا أقوى من الدوري المحلي، فشيء طبيعي في بعض الأوقات بينزل مستواه وما بيقدم مستوى. لازم يكون عنده لازم يكون عندك حلول أزيد يعني. أكيد حلول أزيد إنسايد أو سايد. أنت قاعد تركز على مصطفى إنه أو سايد. إنزين حلولك إنسايد لازم تكون موجودة. أي يعني ما عندنا لاعب واحد لا أنا كل الموضوع موضوع مجنس. موضوع مجنس صح. يعني هو صدق إنك كل ما بنفتر وبنروح هني بنرجع لنفس النقطة. نحن لو عندنا مجنس يقدر يفرغ اللاعبين. لأن أنت نفس الأندية أنت الحين الأندية يعطيهم البوست الإضافة. أنت الحين الأندية في البحرين زين وفي الدوري البحريني شو اللي فرق نادي عن نادي؟ المحترفين محترف اوكي المحليين مؤثرين وايد بس المحترفين لانك محترفين زينين فريقك يمشي زياده هاي الطفره. اذا محترفين زينين فريقك ما يمشي زين. فالمنتخب نفس الشيء انت المجنس عندك واحد يا فرق عندك وايد لما تجيب مجنس مؤثر وايد في الملعب. احنا مجنسين احنا اخذنا فوق 12 سنه ترى مو صاير الناس مستوى اللوكل يعني 2012 بس اللي شوي سي جي مؤثر كان كان بعد قطر في اوج عطاها وبعد خسرنا في الفاينل. زين قبل اروح حق مواضيع ثانيه على طار المجنسين شو المركز المناسب كباتن حق المنتخب؟ بالنسبه لك اذا اسماء معينه في بالكم انه مثلا نقدر مع هالمحترف احنا نوصل لخطوه ابعد. هذه حسين شاكر يفيدك اكثر انه هو عاصر المنتخب لاخر فتره على حسب العناصر اللي موجوده نحتاج 4 5 خلينا نقول 5 4 مو 4 5 بعد 5 4 اسم معين في بالك شيء مثلا؟ يعني والله نيك مال العام لو موجود نيك مال نجم نكوورد لو موجود يعني بيور فايف بس يقدر يلعب برا. انا شنو بسرعة دبل تيم فالمحليين ما تقدر البحريني على ثري بوينت برا ما تقدر حتى بوزيشن فور صبوح اذا رجع محمد امير صح. بس انا وايد اسمع في ناس وايد يعني يزجون باسم سير دوم حق المنتخب. هل هو المناسب حق المنتخب؟
هو لانه متميز هو في دولينا فاحنا مع الهبه في البحرين لا لا, لا المحترف المميز بس هو كلاعب سردوم كلاعب ما عليه كلام بس هل هو ذا بيست فيت في حق المنتخب ما اعتقد لان انت عندك 3 4 خلينا نقول زينين زين اذا جبت سردوم من بيلعب 5 حمود امير حمود امير بيقابل من 5 هناك الحين عندك واثق واثق بيلعب بيقابل من هناك صباح رجع بيلعب ضد من فاعتقد تحتاج 5 لان عندك 4 زينين الفروديه ما عليهم خوف اللي موجودين في المنتخب فالعنصر الناقص 5 اتوقع يا كابتن حسين لان صدق لان انت سردوم صدق لعب زين والكل وايد زين بس مو الفيت حق المنتخب الا لو بتلعب طريقه حديثه جدا اللي بدون سنتر 5 اوت و بس المشكلة وبتضغط كله يعني بعد بتصير مواجهة مباراة بتصير شوي سلو جيم 5 on 5 بعد بتتوهق شوي بس انه اذا عشان تروح هالمضمون تجيب بيور 5 احنا نحب اسمه 5 من السنين لازم تبي واحد يدافع عنك تبي واحد يشيل كل شيء على الاقل يسوون الجارديان يسوون بريشر يدرون انه في واحد ريم بروتكتر وراهم يشيل 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 اغلاطك انزين المنتخب طبعا بدا الاعداد في بدايه الشهر بعد توقيف الدوري تجمعوا للتدريبات على فترتين بالتوافق مع الانديه اللي موجوده في واصل بعدين تم اختيار 12 لاعب حق بطوله قطر الدوليه الوديه من ال 24 اللي كانوا موجودين محمد بعلاي علي عقيل ميثم جميل محمد امير علي جابر مصطفى مرتضى الواثق علي عبد القادر باسل علي شكر الله بالاضافه الى المحترف طبعا ونشيزن غياب صباح وعلي حسين ومحمد ناصر كان الإصابة البطولة اللي صارت في قطر أوكي 12 لاعب في الملعب ما كان مفروض أن أكثر لاعبين يسافرون مع المنتخب تمارين تجانس أجواء البطولة هو خذ تقريبا 14 لاعب أو 15 بس صارت إصابات بس اللي سافروا 12 لاعب لأن صارت إصابات في الأخير يعني كان محمد ناصر أتوقع كان وياهم لآخر لحظة وأن الإصابة استبعدوا وصباح بعد نفس الشيء على الإصابة استبعد فما كان في أحد هني موجود إلا أتوقع كان عباس من نوادرات أي عباس كان مفروض يروح يوم وعلي حسين تعور علي حسين بعد صار الإصابة أعتقد روستر كان 15 وناس ما قلت مباراة يعني بطولة ودية عادة المنتخبات تشارك أزيد بعد غياب مزامل ترى بعد مؤثر بيكون 100% انزين البطولة قيمت على 3 أيام من 15 إلى 18 فبراير إذا تعطيني نتائج المنتخب في البطولة طبعا بنتكلم عن 3 مباريات كباتن بشكل سريع انا بس بعطيكم عناوين حق المباريات من عقبها لكم الكلمه ان المباراه الاولى طبعا شهدت خساره المنتخب من المنتخب المصري 83-64 المباراه الثانيه الفوز على المنتخب الاردني 82-73 والمباراه الاخيره الخساره من المنتخب السعودي 58-68 طبعا المنتخب كان لازم يلعب ضد منتخب افريقيا الوسطى لانه كان الثاني ضد الثاني من كل مجموعه بس اللي صار ان السعوديه والاردن راح يلعبون تصفيات ففضلوا بالاتفاق مع الاربع فرق ان ما يلعبون ضد بعض فصارت مباراه البحرين مع السعوديه اذا بنتكلم عن بطوله قطر كباتن يمكن افضل تحضير ممكن للمنتخب لكن لما نشوف الثلاث مباريات نشوف يعني 3 صور للمنتخب ضد مصر شفنا اداء مقنع لكن الفارق البدني والطول نفس اللي قاله حسين ان لو كان محترف كان طويل لو كان شوي نقدر هو الطول اللي ذبحنا ضد مصر يعني المنتخب خلينا نقول ما قصر بس هاي حدود امكانياتك كبنية وكطول يعني البنية الجسمانية قوية جدا وايد كان شيء عنده ونقطة بعد محسن انا يعني هاي المباراة اول مباراة حق المنتخب يعني ما لعب وديات هني وراح صح. فاول مباراة اي للحين التشكيلة انت شفت التشكيلة اللي لعبها عبد القادر كان لاعب على القادر يمكن اول مباراه تلعب اول مباراه منتخب اول ضد مصر صعب بس كابتن انت يمكن عاصرت كل اللاعبين ومريت على كل اللاعبين عبد القادر لاعب تحب تشوفه في الملعب ايه؟ يعني يحتاج بس الثقه انه ينفجر انا ما اقول عشان مدربه قاعد لا قدامه ومن وراه قدام مدربه نفس ما قلت يعني نجم جاي في الطريق عبد القادر واعتقد المدرب الحالي قاعد يعطيه ثقه واللاعب وقت اللي المدرب يعطيه ثقه وهو عنده امكانيات لاعب زين بيطلع لك باحسن صوره فناس ما قلت لك اول مباراه حق المنتخب شويه خلينا نقول قدم مستويات بس قابل عمالقه يعني كلهم طوال تقريبا مصر اي المباراه الثانيه صار باونس باك متعودين يلعبون الاردن يعرفون اخذوا على الاجواء شوي شفت قدم يعني المباراه الثانيه وعلي اذا بنتكلم
بايلك بعد بليال اداء مقنع هجوميا دفاعيا. انا مالي شغل الاردني هاي فريق ثاني، الاردن بدون مجنسين، لا بدون بدون مجنسين وبدون بتاعت. احمد بس السنتر مالهم بس الفريق كامل، فريق كامل فريدي يلعب كلهم، هشام عباس موجود فريق كامل كلهم محترفين واحمد بس السنتر يعني. يعني انا ما شو ما لنا عذر او خلينا نقول مالي شغل اذا المنتخب ما دوري واقف او انه مثلا ما يلعبون محترفين مو موجودين. انا اتكلم في هالبطولات شكل المنتخب مهم، الطريقه اللي لعبوها دفاعيا هجوميا كانوا من اراء ما يكون في هالمباراه. ايه المنتخب الاردن ايوه الاردن لعبوا مباراه وايد زينه، المنظومه وايد كانت زينه، حتى تبديلات المدرب الشغل يبين، بس كله اقول لك هو محتاجين صبر. هما يعني اعدادهم زين بس ما حصلوا مباراه وديه، هاي ترى بياثر وايد عليهم في حتى في المباراه الجايه ضد منتخب الامارات، ان كانوا يحتاجون لعب مع بعض اكثر، تجانس اكثر، بس المدرب عنده توليفه معينه يلعبين مع بعض اكثر، يعني هاي اللي كان يخلي هو ازيد في الملعب، ازيد شيء اللي فيها اتوقع ميثم وونشيزم ومصطفى علي جابر او علي جابر تكون انا لاعبين هي قبل يعرفون سيستم المدرب عندهم كيمستري بين اللاعبين نفسه، فاعتقد هاي اللي يعتمد عليها ازيد اوقات. وعلي بغض النظر عن النتيجه مباراه الاردن اعطت شوي شعور من الارتياح حق الجمهور البحريني، لان منتخبنا قدم هجوميا دفاعيا. اللي صار في مباراه السعوديه عكس الكلام كليا، انا ما اتكلم عن نتيجه وخساره، لا اداء سيء، الفريق هجوميا تايه، دفاعيا بدون اي حلول. المنتخب السعودي مع انه مدرب جديد وما شابه سوى كل شيء اللي كان يبيه في المباراه. خلنا ناخذها كمباريات تحضيريه، تطلع الاغلاط الحين في المباراه، النتيجه ما تاثر مباراه وديه، علشان المباريات اللي نحتاجها ناخذها في التصفيات يكون الفريق جاهز. طبيعي يعني فتره تحضيريه حق المنتخب، اكيد بتشوف الاغلاط، المدرب اكيد قاعد يجرب تشكيلات، اللاعبين للحين يمكن ضغط البطولة كان كله ورا مباريات ورا بعض، فهي كلها أمور أعتقد يعني نواجه الخسارة بهالطريقة الحين أحسن من نواجهها عقب. بلايا يمكن هالمباراة السعودية تلخص الكلام اللي إحنا نتكلم عن مصطفى. طبعا أنا ما أتكلم إن أضغط على مصطفى أو إن أحمل المسؤولية وما شابه، بس فعليا وقت اللي المصطفى ما يكون في يومه، نتكلم مباراة السعودية الفيل جول 3 من 17 وقت اللي مصطفى مو في الفورمة المنتخب تقريبا بدون حلول. مباراة الأردن نتكلم محمد أمير أكثر من 10 نقاط، ميثم أكثر من 10 نقاط، مصطفى أكثر من 10 نقاط، بالإضافة إلى ونشيز. هو هذه المشكلة يعني، إنه زين نفس ما قال كابتن حسين إنه تشيك الهزيمة الحين وتشوف الأخطاء، بس لازم نكون نعدل الأخطاء. بس إنه شنو مصطفى في المباراة ما كان متوافق، يعني المفروض إنه في دور واحد لاعب ثاني حلول ثاني، مش أنا قاعد أقول لك إنه لازم يكون الأغلى أن تسجيليا أن أحمد سلمان يكون موجود، أن خيار ثاني يكون عند المدرب، أن في التصويب من خارج الغوص. بس أن الحين شنو المدرب عقب هذه المباراة شنو الحلول اللي بيسويها وشنو الأشياء بيسويها إذا في حالة أن مصطفى ما توافق، هاي ببين من مباراة الإمارات. يعني أنت أكيد منتخب الإمارات يعني عنده فيدباك على مصطفى، أكيد بيكون محضر، أوكي مصطفى مو اللاعب اللي بسهولة تقدر تراقبه، بس يعني ما تدري، في لازم تحط سيناريو انه يمكن ما يتوفق اللاعب، لازم عندك انك لاعبين ثانيين او حلول ثانيه او طريقه لعب ثانيه، انك تخلي لاعبين ثانيين هم اللي يبرزون حق ان المنتخب يعني يلعب افضل اذا حتى المصاب متوفق ويفوزون في المباراه. وعلي قبل لا نروح حق منتخب الامارات، الى اي مدى غياب علي حسين هو في مستوى تصاعدي ممكن ياثر في هالمباريات؟ بياثر علي بيج رول بلاير خاصه في المنتخب، شفناه في الأسياد، شفناه في بطولة آسيا، شفناه في الويندو التصفيات، بيأثر تأثير كبير عليه. بس البركة في اللي موجودين، اللاعبين اللي موجودين قاعد يسوون خلينا نقول معظم الأدوار اللي يسويها. علي عقيل قاعد يجي من البنج قاعد يسوي عنده الديفنسيف رول، قاعد يسوي الأوبن شات، قاعد ياخذه يساعد الفريق. بعلاي كان أو علي جابر نفس الشيء، عندهم مهمات دفاعية قاعد يركضون يطلعون في الفاست بريك. علي بيأثر بس اللي موجودين، وناس ما قلنا في البداية المدرب قاعد يسوي منظومة، أي حد يدش في المنظومة قاعد يأدي، فبركة الموجودين. إذا بنتكلم عن غياب صباح محمد ناصر، أعتقد الواثق وعلي شكر الله يمكن قادرين يغطون جزء من الغياب. أنا وياك صح يقدرون يغطون، بس يعني ستايل صباح غير ترى، يعني طريقة لعب صباح غير عن شكر الله الواثق. يعني أوكي يمكن محمد ناصر ما شارك وايد، لعب ما شنا بالمنتخب شلون بيأدي، مع أنه يعني هو عنده تميز في التصويب على هالموجودين،
بس صباح مؤثر أكثر، صباح يقدر يركض أكثر، يعني روحه في الملعب أكثر، قوته الجسمانية. حتى يمكن الوحيد اللي يقدر يلعب مع محمد أمير. إيه يعني صباح يعني يأثر وايد صراحة في المنتخب بالنسبة لي، خاصة في المباريات اللي خلينا نقول خارجية. صباح كان يعني له دور كبير، مباراة كازاخستان، مباراة سوريا، آخر ويندو هني كان في البحرين كأس العالم قبل أخيرة سوري، ويا اليابان شفناه دفاعيا كم بلوك كذا دانك عنده. فتحتاج هالنوعية من اللاعبين، اما اللاعبين حتى لما جينا قريب غطوا، بس روح صباح غير، غير يعني الملعب روحه غير، يعني شنا يذبح روح، يعني روح ما في احد ما يذبح روحه في المنتخب على اي، فهمني غلط، بس صباح غير غير يعني يبين مجهوده غير مجهوده، يعني يعطي الفريق انرجي، يعطيهم البوست اللي تحتاجه في اوقات الفريق يكون داون، هو يطلع لك بلوك، يطلع لك بدانك، الانرجي ماله تحتاجه. انزل قبل لا نطوي صفحة البطولة الودية في قطر، أرقام وانشيزم بوليال 8 نقاط المباراة الأولى، 13 المباراة الثانية، 17 المباراة الثالثة، أفرج الريباوند عنده 6 ريباوند حق المباراة، نسبة الثري بوينت 28%، نسبة النقاط 12.7. زين، لا هو يعني يسمونه انتم اذا على الباجت، اذا على الباجت زين، لا على سعره انتم تبي تاخذ شيء سعر مو يعني رخيص، ارقام زينه كلاعب محلي، بس قلنا حق محترف تحتاج منه ازيد، حتى محلي مو بزين ترى. 12 نقطه محلي مو بزين ترى. لا افرج 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 جسمي افرج. مباراة ثلاثة كل لاعب 17 دقيقة، 17 ما بي انا امدح واحد قدامي، يعني حسين شاكر الغامة مو كذي كان يلعب منتخب قبل. لا هو يحتاج، خاصة انت قاعد تكلم عن محترف محسن. والله لا حسين شاكر كان الغامة كذي، لا حسين شاكر كذي، ولكن بس كان كذي، ولا كوير كان كذي، ولا بدر كان كذي، كان ازيد ولا هشام. صح؟ عشان نقطة، لا يعني تحتاج أزيد منه محترف إنسايد، يعني هو ما مش اللي هو الوحيد اللي قاعد على طول يلعب إنسايد، على طول واحد اللي مترس في الأكاونت غيره البلوكين ما سوى شيء في البطولة. لا لا أتمنى لا ترج منه شيء أكثر، قلت لك هو على يبين نفس ما قال الكابتن حسين، هو على مسألة بجت، على سعره زين، إحنا دائما نقول هالموضوع على سعره زين. واحد كاتب جنسون دكاري، دكاري إيش اسمه؟ هاي كاري يقولون زين ترى، بس ما توافق في البحرين والله، سمعنا عنه حتى الحين قاعد يقدم ساعات تطلع له هاي ضعفان وايد نسبة للفترة اللي كان فيها في البحرين، بس هذا هو هاي المتون هذا، بس يضعفون شوي دوي ترجع نفس الشيء. طبعا ايش قصدك يعني انا متناقص؟ لا لا كلهم تقريبا موضة الدايت الحين، يعني فلشت دايت. لا بس والله صار لي فترة بوليال واقف على نفس الوزن. اوكي يعني شفت زين على الاقل ثابت. اي الفترة الكريهة انا عندي صديق 20 سنة نفس وزنه. مين قصدك؟ ما نزل ولا صعد نفس الشيء. اي عم حافظ بعد ثبوت. زين مامو طبعا كالعادة شكرا على 20 دولار دونيشن، يعني لو ايش كثر نتكلم عنك ما تقصر دائما. الامارات ابو علي بوليال ما ادري ببدا يمين ميكو، لكن اكيد عنده خلفيه اكثر مني. ابو علي نتكلم ان التجديد مو بس في البحرين، التجديد صاير في الامارات، لبنان، سوريا، يعني خلينا نقول صارت موضه العصر على قولتهم. حتى الامارات بدوا طريقه جديده، واضح ان عندهم هدف ان يتواجدون في كاس اسيا، والدليل انهم شاركوا في البطوله العربيه، بعد البطوله العربيه شاركوا في بطوله دبي الدوليه، ومن تاريخ 8 هم كانوا في معسكر في تركيا وفي صربيا. نتكلم عن فريق مثل ما البحرين قاعد يعدون، صح الامارات على نفس النهج. الامارات بعد بقول لكم قاعد يسوون ميكس تشكيلتهم، لاعبين الخبره، لاعبينهم الصغار اللي قاعد يجون، حامد، لاعب الشارقة هاي اللي بنظارة اسمح لي ما أعرف اسمه، محمود المحترف قاعد يعطيهم إضافة كبيرة. ما أدري إذا مامادو بيلعب وياهم في البطولة ولا ما بيلعب في الويندو، موجود إيه بس ما أدري جاسم كنت فيدنا هل بيلعب، لكن أكيد بيفيدهم، لا بيفيدهم انرجي، بيفيدهم يقدر يدافع على وين، يسوي لك مشاكل داخل. عندهم مجنس بعرس مدي ماركو، لا المجنس مالهم الجارد مشكله زين. اي لا مشكله وين يلعب البطوله العربيه؟ الزمالك موقعني الحين تو، موقعني الزمالك بيخلص الويندو بيروح. لا لاعب سكورر جسمي، يعني مشكله البطوله العربيه لعب اعتقد وحصل توب 5 لاعبين الستارت
واعتقد هداف البطوله العربيه اذا مو غلطان بعد. انا صراحه ما كان عندي معلومات وايد عن منتخب الامارات بس الحين لا واجد مليون بس وجود قيس للحين راشد جاسم يمكن انت النقطه اللي قلتها عن وجود ممادو وجود ممادو خطر عود ابو علي اذا بترجع حق البطوله العربيه وحق بطوله دبي وش كانوا يسوون ممادو وقيس تحت الحلق المحترف فوق انت بروح بتعرف عنه شوتر فكانت تصير مساحه اي ينفتح الملعب ما تقدر لا تسوي لهم هل من حتى حامد عبد اللطيف حامد إيه حامد بس اخر فتره مصاب اخر فتره مصاب بس اشوف التحق اياهم في في المعسكر لاعب ممتاز جدا وايد ممتع اي ممتع حامد ممتع يعني يعني قبل لا نروح اكثر ديتيلز عن المنتخب الاماراتي طبعا اذا تعطيني كنترول نتائجهم في بطوله دبي الدوليه يمكن المدرب الكابتن منير ما كان هدفه انه يفوز او انه خلينا نقول يوصل بعيد في البطوله بقدر ما انه يلعب خمس مباريات على اعلى مستوى نتكلم عن فوز خساره من وصيف البطوله سترونج جروب الفلبيني 82-66 خساره من اهلي طرابلس 94-79 خساره من هويتبت اللبناني 113-86 الفوز على الوحدة السوري 83-73 والخسارة من بيروت 194 نتكلم انه هو مو هدف ان انا افوز او اوصل بعيد في البطولة قدر ما ان انا حصل التوليفة اللي ابي لا هذا يبين لك ان المنتخب الاماراتي يعني قاعد يمشي بطريقة صحيحة وقاعد يعد المنتخب بشكل جيد وشارك في البطولات فيعني متوقع انه بيكون منافس قوي لنا في ذي المجموعة وفي يوم الجمعة فالمفروض ان المنتخب حط في باله هاي شيء وحضر على المنتخب الاماراتي بهالطريقه انت تعرف يعني كان عندك مجنس اكيد افضل من مجنس مالك طبعا واذا ما مودي لعب معاهم بيكون اثنين كانه يعني في الملعب انت فوق النهائي نتكلم عن عناصر الخبره الحين موجوده قيس جاسم اي بس مستويات الناس ترى اي بس اذا عندك محترف سوبر ومثلا قوه ضاربه وياك تحت يسوون لك رول يسوون لك رول كبير يعني انا واحد كان يقول لي المباراه مع الامارات مفروض تكون سهله خصوصا في البحرين اي انا بعد كان في بالي شيء بس الظروف اللي قاعد نشوفها حتى ظروف المنتخب بعد ترى مو مثاليه يعني اصابات علي حسين مؤثر مثلا ما مو موجود الزمن مو موجود اصابات صباح ففي اشياء مؤثره ترى حق المنتخب وعاده مواجهاتنا احنا ويا الامارات ما تكون سهله يعني دائما ما تكون سهله خلينا نقول كل المنتخبين يعرفون بعض فمباراه قويه بس اذا بتتكلم عن مشاركتهم في بطوله دبي. احنا سبب من الاسباب محسن اليوم المنتخب مستواه قاعد في تصاعد شنو الاحتكاك والمباريات اللي قاعد يلعبها كان في الويندو ده على مستوى عالي هذا اللي يطور اللاعب صح المنتخب الاماراتي نفس ما شفت مشارك بطوله دبي قبلها مشارك بطوله عربيه قدم مستويات فاز في مباريات هناك فهاي كله قاعد يحطي الاحتكاك وياخذ الكيمستري بينه وبين بعض فاكيد بيكون قوي حقنا يوم الجمعه يعني كابتن في الوقت اللي احنا نتكلم ان احنا عندنا مشكله وين المحليين قاعد يشيلونه في الوقت اللي تتكلم ان دي ماركو قاعد يشيل هو وايد اشياء من المنتخب الاماراتي خصوصا هجوميا وهاي طبيعي ترى احنا اللي عندنا مو طبيعي يعني في كل مكان طبيعي يعني كابتن قاعد على نفس النقطه ترى احنا هاي الطبيعي لا قلبك يعورك اذا تكلم عن الشغل كله نظيف ما عدا هالنقطه محسن اذا في اي نقطه تكلم ويا جاسم عن غير عن المحترف انت قاعد شغله اللي لازم الشغل على المحترف سال اي سؤال ثاني هاي طبيعي وجه الاسئله المحترف عني وعلي تدري وش المشكله ان انا وانا امس قاعد اعد انا قاعد اتكلم عن نقطه واحده ان انا قاعد افكر ان مين من المحليين راح يجود محترف يعني يمكن نخسر علي جابر هجوميا يمكن نخسر ابو علاي هجوميا لان هم بيكون عليهم الدور الرئيسي وظيفه اي ولا وظيفته بتكون دفاعيه انت قاعد يقول منتخب الامارات اي واحد من البوستين اي جاسم قيس مامادو يداش يعني يقدرون يدافعون علي جاسم لا حتى ما دافعوا عليه شو يقدر بيحط لا يلعب زين ضد الامارات نتمنى والله تكون بزته بيلعب زين ولا سليل يلعب زين ترى ايه لانه يعرف ليهم دوري لازم تخلي سوي لعب زين بس اقول لك هو مو سيء ما يفرق اي ما يعطيك كل هاي الموضوع يعني ما قاعد تحكي انه سيء لا ما يفرق اللي انت تبيهم عشان يشيل المنتخب يعني يعطيه العافيه قاعد يقدم على الامكانيات اللي عنده هاي اللي الجمله اللي نقدر عشان نبند الموضوع يمكن ضايق من سالفه انت بتشكلني ما شغل يعطي العافيه هاي مستواه ما عنده شيء يقول لك ترى مو محلي محترف شو يعطي العافيه تعرف شو يعطي العافيه زين يمكن اتفقنا كلنا ان التشكيله غالبا بتكون ميثم مصطفى محمد امير وين والورقه الاخيره بين علي جابر و
وساعتها علي عقيس استخدم بعلاوي ساعتها هو اكيد ان حتى مرتضى كان له ادوار دفاعيه في وقت من الاوقات يمكن نقدر نشوفه. التغيير الوحيد اللي صار في الروستر ان عباس لاعب النويدرات صار بدلا من باسل في التشكيله. باسل اللي ما لعب ولا دقيقه في البطوله الوديه يعني يمكن خلينا نقول قناعة المدرب فيه أقل من هو أتوقع باسل يعني أخذوا آخر هاي آخر اسم من بدال يعني كان محمد نصر في التشكيلة أو علي حسين إصابة علي حسين وإصابة محمد نصر انضم باسل معه من كذي يمكن هو أول واحد استبعده وضم باسل لاعب صغير محسن توه أعتقد توه مخلص فئة الشباب السنة اللي طافت صح. يعني المشوار قدامه اختياره حق منتخب الأول يكون من 12 يعني هاي اتشيفمنت لازم يكون في الاجواء بعد بالضبط اجواء المنتخب مستويات المباريات اللي قاعد يلعبونها ف يعني ستيب باي ستيب المفروض هالشيء يكون له دافع حق المشاركات الجايه. يعطيكم العافيه اقوى قناه في درب التبانه تحيه لمحسن من اسطنبول هنيئا لك هنيئا اسطنبول اللي انت انحرمت منها يعني كل شيء انحرمت منه السنه بسبب الفريق الاول. انزين اذا بنتكلم منتخب الاماراتي اعتقد ان دائما مثل ما قلت بعاني نعاني يعني المباراه تكون نيك تو نيك لكن خلينا نقول دور الجمهور كلش كبير في هالمباراه. جمهور البحريني ما يحتاج دعوه انا استغربت ان الانديه منزلين هو شيء وايد فن وشيء حلو انه يكون تحشيد ودعم من الانديه كلها بس الجمهور البحريني دائما هو الرقم واحد وهو اللي يغير مباريات. انا بذكرك المباراه يمكن حطينا اللقطه قبل بعد بذكرك المباراه في البحرين شلون كان للجمهور دور كبير في يقلب النتيجه على الامارات. اذا تعطيني الفيديو بالصوت وفل سكرين يعني في ثغرات سيطر عليه محمد يعني بعد اعتقد اتذكر المباراه الامارات كان تقريبا فارق 33 دقيقه قبل ما تصير العوده التصفيات الاوليه يمكن وجود الامارات بعد وينك يا نورود شوي حافظ ابو علي وينك يا نورود كانوا موجودين احنا قدرنا نوصل اليوم ممكن بس نفس ما قلت انت جمهورنا يعني ما يحتاج دعوه الفريق خلينا نقول جديد يحتاج الدعم قاعد نلعب في ارضنا مفروض بين جماهيرنا. بدايه تحليل كنا نتكلم عن المنتخب السوري ان الافضليه حق منتخب سوريا رغم المستويات او خلينا نقول التغيير في المستوى بيكون الجمهور. خلينا احنا نتكلم بعد عن جمهور البحريني يكون موجود يوم الجمعه عشان يعطي اللاعبين الدفع لنا عشان يقدمون المستويات وياخذون المباراه ان شاء الله فما يحتاجون دعوه. ليش البطل المباراه مو في صاله من حصل ما ادري يمكن شروط الفيبا او شيء ما ادري يعني انا حتى انا مستغرب انه زين شروط الفيبا وصل قاعد اللعب غريب ان البطوله توصل قاعد يلعبون محرق والمنامه في صاله من حصل مباراة المنتخب صالة خليفة غريب بس هاي شيء يعني ما هو زين ومو زين مو زين لا مو زين يعني مو زين لأن صالة بحسم الجمهور كان مرحب أقول كلمة بس مو كلمة أحسن بس مو عارف قولها يعني. عادي أنا أحس قباء يعني لا ما صراحة ما أدري يعني ما يعني أنا مستغرب المفروض تستغل هالشيء إنه تخليها في زين الجمهور كله زحق الملعب تقدر تفاول الصالة تقدر تأثر لو متعود على ومتعود الصالة متعود يعني لو كانت نهاية الموسم خلينا نقول وقت اللي يصير شفت حق المسابقات كلهم هناك بنقول أوكي ما لعبنا على هني ماخذين على الوضع اللاعبين يعني الصالة دي أنت حاطة هين اللقطات جريب جريب من اللاعبين صالة خليفة تحتاج جمهور دبل عشان تفول دبل وبعيد بعاد يعني لا وانتم ماخذ الحلقة يعني ما في اي نسبة لا والحلقات يعني اي واحد يقطعها الدش كورة هناك ايش قصدك طشت يعني اي انا لاحظت الحين باخر الموسم اللي راح وفي اكثر من مباريات اي احد يسجل هناك معناته بالعكس اي المفروض يكون صعب صدق هنا اي ما يعني ما تشوف دوين جاكسون ايش يسوي هناك بس امانة ترى ماشي صح في الدوري اللبناني هالسنة في وين هم انت من بس اخر شيء يشيلونه لا لا بس عنده لاعبين نهايه وقت يشيلون ما عندهم عنده جاك لوفت اي بس من السر لا بس لا السنه صاير هادي ما عدا المباراه ضد مين شايف مباريات لا ترى انت تفتحونها شايفها لايف من السر حك ما تشوفه في الملحصم سجل 20 18 يروح لك ال 40 في خليفه زين يرتاح حق الصاي يحبها يحبها كان يقول يحبها الصاي اي اكيد يحبها ب 40 سجلها بحبها انزين شلون خلنا قبل لا اخذ اسئله الجمهور وقبل تعرف برشلونه 11 تشامبيون ليج سدلين شلون تتوقع المباراه خلينا نقول كختام حق
المباراة الأولى؟ أنا صراحة يعني جاي هني وكان في بالي المباراة بتكون زينة وبنكون متفوقين فيها، لأن أنا يعني شوي فيدباك عندي مال الإمارات خفيف، بس عقب ما شفت أن المحترفين الاثنين يمكن معاهم موجودين بتكون المباراة وايد، تشوقت حق المباراة صراحة، يعني أبي أروح من وقت أشوف المباراة، أتوقع المباراة تكون وايد قوية، ولازم إحنا إذا بنتفوق على الإمارات نكون نلعب يلعبون المنتخب مع بقلب واحد وبيد واحدة، ولازم في مسألة جماهيرية وايد عشان نقدر نتفوق على الإمارات. يعني منتخب الإمارات مو سهل، منتخب الإمارات جديد وقوي وعاد دور زين، بس إحنا عندنا الأفضلية في إن إذا نلعب إن المنتخب إذا يلعب مع بعض والمنظومة هاي لاعبين المدرب لعبوا إياهم بطولة آسيا وبسلاح الجمهور نقدر أن نتفوق في المباراة. وعلي يمكن دائما المباراة الافتتاحية تكون لها تأثير كبير على قادم المشوار، أنت كنت كابتن وتعرف هالأجواء، شلون ممكن يعني البداية القوية تأثر على طوال الويندو؟ مباراة صعبة محسن لأن كونها أول مباراة في التصفيات، نفس ما قلت تحتاج تأخذها عشان تكون بدايتك بداية زينة، تلعب على أرضك شوي بيكون الضغط عليك. وأنا في نقطة ما بأذكرها بس لازم أذكرها، أنا إذا المنتخب يلعب في البحرين أتخوف شوي، ما أعرف ليش بس أتخوف، بس إن شاء الله يطلع كلامي غلط واللاعبين يعكسونه. خلينا نقول أولك الضغط أكثر في البحرين، يمكن أول كوارتر بيكون صعب، بس خبرة اللاعبين اللي موجودين إذا سيروا أول كوارتر خذوا الليد إن شاء الله يعني يقدرون يخلصونها للنهاية. لا محسن ترى حتى يعني الله لا يقول حتى في حالة الخسارة، فيعني لا حد يقسى على المنتخب، ترى المنتخب جديد وتونا في بداية المشوار، ترى يعني مو نهاية العالم، تصفيات طويلة تقدر تعوض بعدين، ويعني في مجال قدام إن شاء الله، إن شاء الله نفوز والكل يفرح في المباراة هذه إن تفوقنا وتكون يعني استب قدام لنا إن نكون ورا لبنان، خلينا نكون واقعيين لأن يعني صعب إنك بتجاري لبنان يعني يكون إحنا الثاني، بس ان حتى لو خسر بقى في مجال حق التعويض ترى مو نهايه العالم يعني. ويحتاج سبورت للمنتخب، يحتاج سبورت، عنده مشاركات واجي يعني يحتاج سبورت، لاعبين لازم يحسون ان الجمهور وراهم، عندهم ثقه فيهم يروحون. وبعد المبارتين ان شاء الله يفكرون لجنه المنتخبات تفكير جدي ويدعمون المنتخب بجنس افضل، يعني رساله من القلب لهم انه لازم قبل تصفيات الاولمبيات، لان 26 بيصير عندنا يعني ان شاء الله يعني ما تكون مشكله عوده، لا بقول لك لكن احنا نحتاج محترف جديد قبل التصفيات الاولمبيات، لانه ويا يعني يحتاج واحد يفرق ويا وين ويا المنتخبات اللي في مجموعتنا الحين. لازم تعرف احنا ان شاء الله نفوز في المباراة عشان ناخذ خطوة، بس ترى 26 في لبنان الحين اقول لك مشكلة لبنان، لا لبنان محققين لبنان الحين الودية بدون وائل، لبنان جايين يبين السنة يبون يسوون كل شيء يعني، يعني وقاعدين يعني يضبطون فريق والمجنس والجنس على مستوى عالي، فانت لما تروح لبنان واللاعبينهم الستارز كلهم مشاركين، لا تتوقع ان المقصف الثاني وبيرحمونك، لا ما يرحمون بالعكس يبون يستانسون مع جمهورهم، بيروحون كامل على حسابنا يعني ما يصير نجنس عندنا اقوى شوي. هو انا ما احب اقول هالكلمه بس اتمنى المنتخب يفاجئنا، بس انه كابتن اذا 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 بنتكلم بواقعيه لبنان بروحهم والثلاث فرق بروحهم ضد مين؟ ضد لا يفاجئنا اوكي نفوز على الامارات على سوريا اوكي الامارات بس يعني لبنان مجموعه ثانيه لبنان قاعدين يغرد وحيدا يعني بطل اسيا صح والله وصيف اسيا وكاس العالم مقدم لا في ليفل ثاني يعني لبنان ليفل ثاني، بس يعني انا اقول لك اذا محترف ثاني يسوي اضافه ان شاء الله ليش لا، بس مثل يعني كلنا متفقين لازم قبل الاولمبياد تصفيات الاولمبياد هو مو لازم مو بس لازم يتغير، لازم عقب مباراه 26 لا عقب 23 ما حب يغير لك جاسم لا 26 عقب 26 عقب 26 اي لان ما يعني ما قصرت شي سلاح في التكريم تعطي جائزه كول ما قلت لك لان عقب 26 ما عندهم الا تصفيات اولمبياد عقب وزع درون عقب بطوله الخليج شنو يعني عقب الهاي عندهم يعني عندهم التصفيات عارف اذا وصلنا لبطوله الخليج هو شيء بعدنا شنو لا 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 بيغيروها مفروض يعني ان الناشد نطلب من ابو ناصر انه لازم يغير لا يعني اهم لا شيء امانه في لقاء اتكلم انه هو نفس ما قال وش كان سي جي عقب غيره سوا وللحين قاعد يسعى انه يصير تغيير لا هو ما تسعى
لا بس أكيد رأيك. أكيد في حوائط في عوائق لأن ليش لا أوكي أنا وياك أنا ليه قبل ثلاثة أربع شهور كنت ما تأكدنا في عوائق وشيء بس ما شفت ليبيا شفت ليبيا كل بطولة إيش ليبيا في شهرين خيرة ومجنسين بقول لك حتى الأردن لو كلام البحرين بعد مجنسين يعني ما في حتى الأردن واشنطن الأردن بعد الأردن هاي المحترف محترفهم هاي اللي شبيه كوبي اللي قبل بعد كان في التصفيات عندهم واحد شعره طويل يلعب 4-5 فلسطين بعد تكر قبل حتى فلسطين يا ابو هاي اللي كان هني احترف النجمه الموسم اللي اول او مو الراح اللي قبل قبل آه. بعد ما خذوا مال الحاله ايه صح لكن المنتخبات تغير هلا احنا ليش يقول احنا اذا يسمنا ما يرضون يغيرون الشيء عوايه ما في الا احنا هاشتاق الحلقه غيروا سيزم ها لا لا احنا نتمنى احنا ما نقول غيروا شزم بس نطالب معترف يعني عشان نسوي اضافه حق الصوره يعني اعتقد اثنينكم متفقين بعد ان كل ما يصير ما في حد متفق ما يصير اصلا اتفاق يعني يصير في حد متفق لا يعني كل يعني حتى وش اسم متفق بكل وي ماشي ما لا اذا على التغيير اللي قاعد يصير توني ميتشل ما لعبوا في ليبيا سنتين لا لا في في العام في منتخبات مو شرط المحترف يلعب في الدوري ترى كنت قاعد تقول سوريا سوريا محترف سوريا فين يلعب في لبنان في لبنان ايه اوه ممتاز هو قاعد يقول لا قاعد يقول انه لازم يلعب سنتين في البحرين هل في شرط كذي يعني لا لا ما ما نشوف ما نشوفه في المنتخبات الثانية بس عندنا يزورون لا لا يمكن هاي في القدم بس في السلة ما تفهم ليبيا اقول لك انا عبالي توني لحم وياهم شفت الانستغرام اللي هو في امريكا واشوف اللي جوردن واشنطن يوم توهم في اقل من شهر ترى فاقول لك يعني لا حتى العراق يبدل محترفينه ترى من فتره فتره يبدل محترفينه حتى جبت النقطه على الذكر منتخبات واجب واجب زين لبنان بعد لا لبنان خب كاس العالم واحد بكاس اسيا واحد كاس على كل على كل حاجه تصفيات واحد سنه السنتين مو موجوده لا في ناس قال لازم خمس سنوات لا في دوريك هاي القدم متأكد إن القدم لازم لا بس يمكن كالقص كجنسية يعني لا لا بس القانون أنا أعتقد القانون قانون قانون واحد أوفيشل إنه واحد شنو يقدر يقدم وزارة السكان يعني قانون واحد الناس على كلمة انتخاب له واحد مسموح مسموح الغلطة اللي صارت في شو اسمه لأن كانوا بيلعبون سي جي و لعبوا مباراة بعد نادي الإمارات الاثنين هم لعبوا أول بطولة في بطولة الخليج لعبوا اثنينهم لا اثنيناتهم لعبوا وخسرنا إيه بس تعرف ليش؟ ما أنا متكلم مدرب كان يطلع واحد أخل واحد ما يخلي اثنيناتهم بالملعب عبالي واحد عبالي واحد بلس واحد مين كان مدرب وقته؟ هذي اللي ينسى ما شو يقولون ايش اسمه؟ اللي صادة ما ليش صادة صادة لوكاس يسمه ايه تقول ايه انا ينسى ما ليش صادة اللي ما ادري ما ندري شلون اختار كان دا كان مدرب وايزين بس صادة كنا شيء نفسي هو كنا يقولون توفى زوجته صح ما كان رجل مرحلة يعني هاي كان كلامه في البرنامج لا هو انت اذا بتجيب مدرب ترى انه زين عنده شيء نفسي ما تدري يأثر ما تدري عنه لا بس الناس ما قال الفترة اللي كان قبل يعني درب في الأهلي كان زين منتخب بعد جو الفترة 2012 بعد كان زين 2012 ما لعبت مباراة لا أهم مباراة آخر مباراة ايه عصب لا عصب علي قطر ما لعب حتى في المباريات أساسية مدرب مو زين حتى ونشيزم هاي في بطولة في الكويت يعني حتى يقولون ما لعب زين سبب أنه كان عنده مشكلة في حالة شيء تعرف الأمور النفسية تأثر تذكرتني بواحد الله يستر عليه في محترف من اللعام ما قاعد يلعب زين في دوري خارج البحرين كل ما سأله إن ليش فلان ما يلعب زين يقول لي ما أدري فلان متوفي من أهله زين متوفي قبل سنة بس لا يا ترى محسن في ناس تأثرون يعني سنة بالعيال يعني أنا مو يعني أنا عذر ملاي اللي قال عن لوكسيوس إيش صار وياه آخر شيء أنا يعني مقبول لأن تعرف ساعات هيك مدرب أنت في بالك إن القبلي هي اللي هو عنده شيء نفسي عنده الظروف هي متغير كامل بعد ما تشوفه مو زين شيله صح 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 إنزين تقريبا وصلنا للختام باقي 12 دقيقة على المباراة عشان يمدينا نوصل نطالعها وعلي سعيد جدا 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 بتواجدك طبعا إن شاء الله ما راح تكون الحلقة الوحيدة عن منتخب إذا في حلقات ثانية إن شاء الله راح يكون على التواصل بس بخبرك قبل أكثر يعني خبرنا قبل عشان نجي على الوقت ما نأخر المشاهدين بليال العميد خب ما يحتاج بعد يعني شهادتي فيك مجروحة وكل ويعني بقول أنا يبي يزعل مني الشيخ اللي يزعل في نص الموسم وأنا كلمت إدارة محرق إذا يقدر يعطونا جاسم إعارة مشتركة يعني هو هم يدرب في محرق هم يكون معانا في الحلقات إدارة محرق
رأيت أن جاسم ما يتواجد معنا في الحلقات إلا الحلقات اللي كذي منتخب ما له علاقة بالدوري وما شابه. إنزين فأنت تدعونا نحصل إحنا سبونسرية وايد إن نعطي جاسم الراتب اللي حاصله في نادي محرق عشان ما يدرب محرق يكون يانا كل حلقة هني. طبعًا أبو علي بعد إحنا أوردي متفقين يوم من 5 سنوات قبل. يهدم محرق مصدق مستحيل. يعني؟ إيه لا محرق خلاص ما حد يقدر يهدم محرق. يعني هاي الجملة اللي إذا دش محرق ما. بار تطلع. يعني. بار تايم بار تايم اشتغل. مشكلة ما. شوف متى تمرينه ونا. استضيفه هو كان بس بشرط ان استضافتك ما تتكلم عن المحرق عشان ياخذ راحه علي. علي انا قلت لهم مواضيع محرق ما دخل اي بس ما وقت اللي نقطع المحرق اللي جاسم بريك ورد لا والشيخ سلك لي بعد اللي يسوي لي اوكي بفكر في الموضوع بفكر والله يعني انسى بعدي طبعا عقدك يانا يبي سكشن عقب ما تخلص ان شاء الله بارز من زمان حتى علي جعفر مخلص اياه انا بعد على الهوى كل شيء المهم وصلنا للكتاب يبتدي خربها لك خراب هاي مطلوب نبي طبعا وصلنا للختام شكرا للكنترول واللي خلف الكواليس شكرا للكباتن شكرا للجماهير شكرا ماما مرة ثانية على الدونيشن الحلقة اللي جاية إن شاء الله راح نعلن متى راح تكون إلى ذلك الحين بالتوفيق للمنتخب دور حضور الجماهير مهم 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 لا بعد درجة أهم مباراة هاي يمكن في التصفيات هي اللي راح تحدد وايد أشياء في قادم المواعيد خصوصا ان احنا راح نتكلم ان بعدها راح نلعب لبنان في بيروت وبعدها راح تكون الامارات في الامارات فهالمباراه وايد مهمه لنا يوم الجمعه يوم ويكند الكل اجازه المباراه الساعه 7 وقت مناسب تصلي على راحتك تشرب لك كوفي وانت جاي الصاله ولون الاحمر فما الله